الحقبات الزمنية الخيالية. أبشر وشعب الأحزان والسيف ولي العهد أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من هنا من ميدان مدينة زايد، وعبر هذا السباق الذي يأتي من أرضية هذا الميدان نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. شوطنا الأول، شوطنا الرئيسي المخصص للقعدان لسن الحقائق، لا قبله شوط في هذا الصباح، هو الشوط الأول الرئيسي المخصص للقعدان لسن الحقائق، ومسافتنا هي 3 كيلومتر. نذهب مباشرة إلى الانطلاق والمسار لهذا الشوط ولهذا المسار. سراب في مقدمة الشوط، معلن حضوره مع القيادة حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي من يقدم لنا سراب بهذا الانطلاق والمسار. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني الواصل مشاهدينا الكرام، والمنطلق الشامي محمد بن ناصر بن حميد الهاشمي من يقدم لنا الشامي. وصل مشاهدينا الكرام مشعل، يا سلام، لأحمد بن سلطان بن محمد بن سيف المنصوري من يقدم لنا مشعل. ومن الجانب الآخر نرى القدوم والوصول في هذه اللحظات من مثيب محمد بن ساري بن أحمد المزروعي من يتقدم هنا ويقدم لنا مثيب، ولكن الواصل والمنطلق شاهين سعيد بن سليم بن حرب العامري من يقدم هذا الاسم. الكل هنا ينطلق، الكل يتقدم في هذا المهرجان وفي هذا الانطلاق. يا سلام، الواصل والمنطلق المتحد سالم بن هويد بن ذيبان الاكتبي من يتقدم هنا ويعلن حضوره، ولكن القادم أحلى. وصل الغزال علي بن حمد بن سالم بن راشد الراشدي من يقدم الغزال. شوطنا الأول، الشوط الرئيسي للقعدان، يا ترى من سعيد الحظ من المشاركين؟ السيارة بالانتظار لمن الشوط الرئيسي المقدمة والصدارة والمسار الأول. المتحد من يتحد مع الصدارة ومع المقدمة مع الانطلاق الأول والمسار الأول. تعود ملكية لسالم بن هويد بن ذيبان الاكتبي، هو معلن حضوره مع القيادة والصدارة. الواصل مع المركز الثاني الغزال علي بن حمد بن سالم بن راشد الراشدي من يقدم لنا الغزال، يغير مباشرة مع المركز الثاني. المركز الثالث ينطلق مشاهدين الكرام سراب حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي، ولكن وصل هنا وانطلق سراب محمد بن فالح بن حمد النعيمي. يا سلام، الواصل بشاش محمد بن راشد بن ناصر المنصوري، يا ترى هنا الكل بدي ينطلق. وصل جو ناصر بن راشد بن سعيد الزرعي أول إذا علي جو، وأيضا على القدوم من مشاغب عامر بن محمد بن خلفان الهام. يا سلام، من يقدم لنا هذا الاسم؟ نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، الصدارة يا سلام، والمركز الأول المنطلق المتحد. المتحد مع البداية، المتحد، ولكن هنا الغزال والمتحد، يا ترى لمن الناموس، لمن الفوز؟ هنا من يغير؟ الغزال غير إلى مقدمة الشوط، استلم القيادة الغزال. تعود الملكية لعلي بن حمد بن سالم بن راشد الراشدي. المركز الثاني من يتقدم المتحد لسالم بن هويد بن ذيبان الاكتبي، ولكن اللي واصل اللي ينطلق سراب. وصل، تعود ملكيته لمحمد بن فالح بن حمد النعيمي. وصل هنا مشاغب لعابر بن محمد بن خلفان الهام. يا سلام، اخذوا الحيطه والحذر من مشاغب يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع ينطلق مشاهدينا الكرام شاهين والمتحد سالم بن هويدن بن ذيبان الاكتبي. نعود مع البدايه، العوده احمد مع المقدمه، الغزال مع البدايه، الغزال معلن حضوره مصير بدأ يغادر. ما شاء الله وتبارك الله، بدأ الرقص، بدأ الإبداع، بدأ الانطلاق، بدأ الانفراد. مشكور، مشكور يا علي بن حمد بن سالم بن راشد الراشدي، أسعد الله صباحك يا الراشدي على هذا الفوز والإبداع والانتصار. سلام يا دار الزين، سلام يا العين، سلام يا أرض الخضرة والجمال، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني من وصل سراب محمد بن فالح بن حمد النعيمي. المركز الثالث، المركز الثالث مشاغب لعمر لعابر بن محمد بن خلفان الهام. للمركز الرابع كان من نصيب مودع ساري بن محمد بن هاري بن احمد المزروعي. اما المركز الخامس سراب لحمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي. نذهب الى التوقيت مباشره
التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، أثناء وصوله معلن فوزه وانتصاره الغزال، وبالفعل ها هو أمامكم. أسعد الله صباحكم. 4:30 جزء واحد يتيم من الثانية، التوقيت الأفضل. سلام يا العين سلام، وأسعد الله صباحك يا ملك الغزال علي بن حمد بن سالم بن راشد الراشدي على هذا الفوز والإبداع. أما المركز الثاني من وصل سراب محمد بن فالح بن حمد النعيمي، قدم لنا سراب وأتى في المركز الثاني، والتوقيت الزمني أثناء وصوله إلى خط النهاية معلن فوزه وانتصاره بقاطع المسافة وفي زمن وقت 4:35 ثلاثة من الأجزاء. المركز الثالث بالفعل وصل مشاغب اللي عابر بن محمد بن خلفان الهاملي، 4:35 سبعا من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع الأشواط. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام شاهدنا رند لأحمد بصر.